هل إذا تاب القاتل توبة نصوحا ثم عاد فقتل هل تبطل بذلك توبته الأولى وترجع سيئاته عليه؟ إذا أذنب الإنسان ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم تاب فإن الله يقبل توبته. كل ما أذنب فإنه يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. تقول فضيلة الشيخ: إذا تاب القاتل توبة نصوحة ثم عاد وقتل فهل تبطل توبته الأولى وترجع سيئاته عليه؟ كما ذكرنا يكرر التوبة، كل ما أذنب يكرر التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب ولا يقنط من رحمة الله. يقول: أنا أذنبت وتبت ثم رجعت، ما يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة. ولكن كما سبق التوبة لا تسقط عن حق المخلوق، لكن تسقط عنه الإثم فيما بينه وبين الله. أما حق المخلوق فلا بد أن المخلوق يستوفي ولا يسمح. نعم.